جاهزين؟ يقولكم العرض الخطير على طول يطير توب 5 اللي موجود بالدمام شارع الأمير نايف بجوار طابة، عندهم تصفية حتى نفاد الكمية. طبعا المكان مرة مرة ضخم والتصفية على جميع المنتجات. بعض الأرفف بدأت تفضي. نبدأ معاكم بأول طاولة، أي منتج هنا بريال و98 هللة، هدول ثلاثة صحون بريال و98 هللة. عندكم هدول ريال و98 هللة، ثنتين مو واحدة بريال و98 هللة، أي منتج هنا بريال و98 هللة. فرصة من جد فرصة، شيل يا حبيبي شيل، ريال و98 هللة. طقم سكاكين، طقم ملاعق، سابقا 5 ريال و75، حاليا ريالين و99 هللة. كل الأدوات اللي تشوفونها هذه على ريالين و99 هللة. تصفية شفه، تخيلوا معايا يا جماعة، هذا كل الطقم بريالين و99 هللة. شوك، ملاعق، سكاكين، أحجام كبيرة وأحجام صغيرة. من جد أنا أقول فرصة فرصة فرصة، ريالين و99 هللة تصفية. يا جماعة أنا أقول إلحق أو ما تلحق، شوف هذول كم، ريالين 99 هللة، ريالين و99 هللة. إيش رأيكم؟ نفس الشيء حق المعمول، حق الكيك، حق الحلا، ريالين و99 هللة. شايفين هذول يا جماعة، ريالين و99 هللة. لا لا لا، معقول يا جماعة؟ جيبوا لي عربية تصفية. هذا أقوى إعلان إلي ب 2023، ختام السنة مسك. أي منتج هنا ب3 ريال و99 هللة، متخيلين؟ 3 ريال و99 هللة. أخي هذه عدة المطبخ كاملة تجي تجهزها، شوفوا 3 ريال و99 هللة، والأسعار شاملة الضريبة، حق الكيك، المغارف، أحجام كبيرة، صغيرة. يا سلام، سابقا كم؟ 5 ريال و75 هللة، حاليا ريال و98 هللة. أي منتج هنا بريال و98 هللة، هدول ثنتين ريال و98 هللة. والله حركات يا جماعة، تخيلوا معاي بريال و98 هللة. أقوى ترند، شايفين الصحون هذه يا جماعة؟ شايفين حجمها؟ شايفين شكلها؟ 3 ريال و99 هللة. برطمانات 3 ريال و99 هللة، زجاج أشكال وأنواع على 3 ريال و99 هللة، والأسعار كلها شاملة الضريبة. سكريات، برطمانات، فازات. وهذا الورد المجفف بريالين و99 هللة. زحمة يا دنيا زحمة، عالم قاعدة تشيل. شوفوا الجمال، شوفوا الحركات، سعرها سابقا 11 ريال ونص، حاليا 3 ريال و99 هللة. عدة أشكال، شوفوا صحون كبيرة مثل هذا الآن يا جماعة 3 ريال و99 هللة. ودي أصور لكم المكان كامل تصفية يا جماعة، 3 ريال و99 هللة. شايفين هالصحون 3 ريال و99 هللة. جل حق الأرضيات ريالين و30 هللة، تصفية يا جماعة. طبعا هذا لكل عميل 6 حبات عشان الكل يستفيد من العرض. حرق الأسعار خلاص يا حبيبي، تصفية 200 منديل في العلبة. الشدة هذه بكم؟ 7 ريال و98 هللة. فازات بلاستيك مو حبة، حبتين مثل هذه، طبعا بدون الورد. شوفوا السعر، هذا ورق الريش طبعا بالحبة، حاليا بكم؟ 8 ريال و99 هللة. الورد الصناعي أشكال وألوان ريالين و99 هللة. جادة صلاة طبعا حجم صغير حق الأطفال، جدا جدا مناسبة، بريالين و99 هللة. قواعد حق الكيك 3 ريال و99. الملاعق، السكاكين، الشوك، البلاستيك 3 ريال و99 هللة. أكياس نفايات طبعا شوفوا الشدة 3 ريال و99 هللة. السفر، أكياس النفايات، شوفوا السعر يا جماعة 3 ريال و99 هللة. كرتون قفازات 3 ريال و99 هللة. منظمات البلاستيك حق دورة المياه، حق المطبخ، شوفوا السعر بريال واحد فقط، عدة ألوان. وهذه الحجم الأصغر يا جماعة ب75 هللة، تصفية حتى نفاذ الكمية. هدول مرة مرة مطلوبين، المنظم حق الثلاجة، تحطون فيه السلطات، تحطون فيه الخضروات، تحطون فيه البيض، تحطون، شوفوا يا جماعة أشكال، في عندكم المشخل وفي عندكم، بريالين و99 هللة. ما أتكلم عن حبات بسيطة، كميات ضخمة، بريالين و99 هللة. كل اللي تشوفون هذا يا جماعة، علب بلاستيك حق الثلاجة، منظم، ريالين و99 هللة. شوفوا يا جماعة
طبعا هذول 3.99 ريال حجم اكبر. عندكم عده اشكال والله يا جماعه فرصه. ها انا اقول لكم فرصه 3.99 ريال هذا شكل اخر 4.99 ريال استفيدوا من العرض. انا اقول ها يعني هذه العروض. ها شوفوا الكميات اكسسوارات على 2.99 ريال شباصات اشكال والوان تشكيله من الشموع 1.98 ريال يعني هذا الان كامل 1.98 ريال بعضهم 4 بعضهم 3. هذه الشموع المضيئه طبعا بعده مقاسات وعده اشكال عده الوان 3.99 ريال تصفيه كل اللي تشوفونه هذا تصفيه صراحة فرصة شراء. منظمات بلاستيك 2.99 ريال يا جماعة فرص هذه. هدول معاهم حق معاهم أيوة يا حبيبي معاهم. شوفوا 2.99 ريال كل هذه منظمات أيضا هذه حلوة حق بهارات حق كتب. شوفوا الشكل 2.99 ريال كانت الأشكال التراثية هذه أول الشدة ب 11.5 حاليا 5.75 ريال عندكم استكانات عندكم فناجيل كلها عروض يا جماعة تصفية تصفية تصفية. طبعا كل المنتجات راح تشوفون عليها الأوراق حق العروض معظم المنتجات كلها تصفية قواعد حق الكيك. إن شاء الله استمتعتم معنا بالتغطية. أذكركم أن توب 5 موجود بالدمام بجوار مركز طابة شارع الأمير نايف.